إذن الحديث أكثر عن فاجعة الحمدانية، أسبابها وتداعياتها في ظل استمرار الاستهانة بأرواح العراقيين. معنا عبر سكايب من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي. حياكم الله دكتور قحطان معنا. حياك الله أخي وبياك. أهلا بك دكتور. وأيضا ستكون معنا هاتفيا من بغداد كاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي. دكتور قحطان، إذن حريق قاعة الزفاف في الحمدانية يعيد إلى الذاكرة حقيقة فواجع أخرى مماثلة لهذه النكبة إنجاز التعبير التي عاشها الشعب العراقي منذ عام 2003. هذا يذكرنا بفواجع مستشفى الحسين والعبارة وابن الخطيب وغيرها من الفواجع على أيدي الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003. هل يمكن أن تعفى الحكومة الآن من تحمل مسؤولية هذا الحادث في الحمدانية؟ مرحبا بك أخي العزيز، ونعزي ذوي الشهداء ونعزي العراق أجمع على هذه الكوارث التي لحقت العراق منذ 2003 ولحد الآن. للأسف الشديد هذا ليس آخر مصاب قد يصيب العراق، وذلك لأن أسباب هكذا كوارث موجود قائم، وهو الفساد المستشري في أروقة الجهات الرسمية التنفيذية على وجه التحديد بشكل كامل من أعلى المستوى إلى أدنى مستوى. وإلا كيف تكون هكذا منشآت لا تخضع إلى رقابة الجهات المعنية كالدفاع المدني أو سواه؟ وللأسف الشديد الآن انقالوا هذه القاعة مبنية بصيغة غير طبيعية أو شخصية أو ما شابه ذلك، فقد تناقلت الأخبار قبل قليل حريق شبه في جزء من فندق الرشيد، وهو الفندق الأكبر والأرقى وفي المنطقة الغبراء الذي يسكن السياسيون وضيوفهم. إذن الفساد هو الذي دفع بالعبارة تغرق المآت، وفي مستشفيات التي حرقت وأحرقت كمستشفى الحسين، وفي عشرات الحالات الحريق من 2003 لحد الآن وكذلك في السنوات السابقة. لأن الحكومة فاسدة ولأن أدواتها التنفيذية فاسدة بدون استثناء، لذلك أي منشأ مهما كان شكله لا يحتوي على أبسط مستلزمات السلامة المدنية، وهذه الكارثة هي أحدى الدلائل على هذه الحالة. وإلا أين الدفاع المدني من هذه البناية؟ كيف يسمح بحالات متشابهة سابقا بإطلاق الناريات داخل قاعة معمولة من سنتويش بانل؟ إذن هذا فساد بعينه، يتحمل بالأساس الدولة هذه الكارثة. الآن وزير داخلية السودان عبد الأمير الشمري اختار الحل التقليدي مثل من سبقه من رؤساء وزراء ووزراء داخلية، الحل هو تشكيل لجنة تحقيقية. يعني تشكيل هذه اللجنة، ما الذي ستقدمه برأيكم دكتور قحطان لمعالجة ذلك؟ أنك جاد شكليا وأن يعني تغلف الترتيبات بغلاف شكلي سرعان ما ينسى البشر، اعمل له لجنة تحقيقية خصوصا في العراق. أين اللجان التحقيقية التي شكلت على آلاف الحوادث المشابهة؟ وزير الداخلية يذهب هناك ويأتي، وقد يسأل المسؤول القاعة أو العامل الذي يقدم الأكل لهذه المناسبة أخي، أن يسأل عليها بدءا بأعلى قمة هرم الدولة، بأعلى مسؤول في المحافظة، بأعلى مسؤول في القضاء والناحية. لأن لو كان هناك إدارة حقيقية ومتابعة حقيقية لمستلزمات المنشآت ما تجرأ أحد أن يقوم بشيء معين بهذا الشيء. وهذلك نقول التحقيقية ستمضي مضي الكرام، وأهالي الضحايا ليس لهم إلا الصبر والسلوان. أما حتى صاحب القاعة سيقول أنا بنيت هذه القاعة بهذه معرفتي، لم تقولوا لي صحح هذه أو عدل تلك، وبالتالي أنا لا أعرف ما هذه الضوابط، وتمشي الأمور هكذا. هذا إذا كان الشخص طبيعي، أما إذا كان صاحب القاعة أو من خلف صاحب القاعة أحد رموز الفساد، لا، فقد يحاسبون أهل العرس لماذا
عملتم عرس ولماذا عزمتم هذا المجموعة من الناس ولا يحاسبونهم السبب الحقيقي. دكتور قحطان، وأيضا معنا عبر الهاتف إذن الآن كاتبة البحث العراقية ثائرة أكرم العقادي، مرحبا بك. إذن وزير داخلية السوداني كما قلنا اختار الحل التقليدي كما كل رؤساء الحكومات الذين سبقوا السوداني ووزراء داخليته بتشكيل لجنة تحقيقية. ما الذي يمكن أن تقدمه هذه اللجنة أكثر مما قدمت لجان أخرى لمستشفى فاجعة مستشفى الحسين وابن الخطيب والعبارة وغيرها من الكوارث؟ نعم طبعا بداية نعزي أهلنا أهالي ضحايا ونتمنى للجرحى الشفاء، وطبعا أحس بنفسي ما يحدث في محافظة الموصل. طبعا احنا سبق للعراقيين أن سمعوا الكثير من تشكيل لجان تحقيق بمصائب متتالية اللي تضرب البلاد، لكن في الغالب لم تخرج بنتائج تذكر، وعادة ما يطويها التسويف والنسيان. الفساد هو أبرز أسباب استمرار مسلسل الحرائق في العراق. الحكومة والجهات المسؤولة لم تحاسب المسؤولين عن الحرائق اللي وقعت في السنوات الأخيرة في عدد من المؤسسات والمباني الحكومية، على الرغم من أن لجان التحقيق اللي تابعت الملفات كشفت إهمال كبير في تنفيذ شروط السلامة. عدم محاسبة المقصرين قضائيا تسبب في استمرار التقصير والإهمال في معظم المباني التي لا تتوفر فيها شروط السلامة، الأمر الذي يعني تكررت الحرائق. طبعا من الضروري اليوم أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها إزاء الملف وتحاسب المقصرين والساسين، وأن تمضي أن لا تمضي باستهانة بحياة المواطنين. اليوم يتحمل مسؤولية هذه الفاجعة كثير من المسؤولين والمديريات، منها مديرية الدفاع المدني ووزير الداخلية وحتى مديرية الصحة مينوى، تقصيرها بتوفير العلاجات بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى لأن أيضا مسؤولة عن تلك الحرائق، إذ أنها لم تتخذ أي إجراءات حقيقية لمحاسبة مخالفي شروط السلامة، حيث أن وضعت المباني المخالفة لشروط خط يعني شروط غير يعني متوفرة. آلات المباني الحكومية وغير الحكومية مشيدة بألواح تنتويج فانتل، إذ أن هذه المباني تغص بمئات الأشخاص يوميا وسط غياب شروط السلامة. نعم يعني حتى المستشفيات تحملينها المسؤولية، الجانب الصحي لم يكن بمستوى الحدث لكي يكون ساندا للجهة الأخرى في مثل هذه الفواجع. نعم نعم احنا لاحظنا التقصير، يعني هم طلعوا على القنوات أهالي الضحايا وتحدثوا انه ما لا يوجد علاج ولا يوجد يعني للناس اللي اخذوها الاسعاف اللي اخذت الضحايا الى المستشفى، كان بس مجرد انه يوصلون ماكوش علاج ماكوش. الاقليم اعتقد اربيل تدخلت انه يعني ارسلت علاجات غير محافظات، زين ليش الموصل تفتقر لهاي الاشياء للاجهزه الطبيه والعلاجات؟ يعني ابسط امور، يعني انا قبل فتره تواصلت يا جماعه يعني من اهالي الموصل، والله العظيم حبه وجع الراس الرحيده رحنا على المستشفى اذا يكتب لنا الطبيب حبه وجع راس لازم ناخذها من برا، ما عندهم سرنجه، ماكو سرنجه. يعني تصور انت المواطن راح يشتري سرنجه من خارج المستشفى، يعني هم على شنو؟ هاي وزاره الصحه ومدير الصحه وميزانيه، هاي المنع تروح هاي الفلوس. نعم إذن دكتور قحطان، أيضا مديرية الدفاع المدني حاولت أن تنأى بنفسها عن المسؤولية، يعني بحسب التحقيقات الأولية التي خرجت بشكل تصريحات للدفاع المدني عموما في محافظة نينوى، ذكرت أن السبب الحريق هي الألعاب النارية سبب الحادث، كيف تفسر هذا التصريح؟ نعم هذه الدوائر المعنية الصحة أو الدفاع المدني معنية في موضوع شروط السلامة في الدوائر المعنية سواء المدنية أو التي تحوي على تجمع عام، فما بالك بقاعة بهذا الشكل وهذا الحجم؟ واحد اثنين، نعم إذا كانت هناك أسباب واضحة هي الألعاب النارية، ولكن لماذا لا توجد وسائل إطفاء؟ بالتأكيد سيسأل
بشكل عام صاحب القاعه، ولكن صاحب القاعه يجب ان يخضع الى ضوابط تراعيها الجهات المعنيه. كأي مطعم على سبيل المثال يجب ان يخضع الى رقابه صحيه، يجب ان يخضع الى ضرائب، يجب ان يخضع الى اي شيء امانه العاصمه وسواها. ولكن للاسف الشديد دائما نؤكد كما قالت اختنا ونقول الجميع ان الفساد هو الذي يتسيد المساله. ولو لم يكن هناك فسادا لم يكن هناك اي مشروع يكمل او او او, أو يرتب بصيغه ناقصه. انا على علم يقين ان حتى في بعض البازيخانات التي احترقت بعضها امامي في العراق في بغداد لم يكن هناك اطفائيات، واذا كان هناك طفايات حريق هي فارغه من الغاز المعني بالحرائق. اذا المشكله هي تكمن ان دوائر الدفاع المدني مسؤوله عن متابعه السلامه في الاماكن العامه بما فيها الحرائق وسواها، اذا هي مسؤوله بالتاكيد. زد على ذلك بالتاكيد ليست هي المسؤول الوحيد، بل وزاره الصحه، البلديه، القضاء كدائره القضاء الحمداني اذا كانت ناحيه، او قضاء لا تذكر او بالتحديد اي جهه اداريه، السياحه اذا كانت هذه العلاقه بالسياحه هي منظومه للدوله يجب ان تعمل يكمل بعضها البعض. خلو هذه المساله والفساد الموجود، انا واثق تاتي لجنه تفتش هذه القاعه يعطيهم كذا الف دينار يكتبون انها اخر طراز واخر نموذج واخر كمال ثم يذهبون. وهذه انا واثق من الثقه لن يسال احد. من سال اصحاب العبار التي قتلت المئات في السنين الماضيه؟ من سال على مستشفى الحسين؟ من سال على منطقه الشورجه ومنطقه البياع؟ مناطق كثيره احترقت في العراق، لماذا يسال؟ لان تصطدم بجهات متنفذه هي التي سببت الفساد. وانا اكرر لم يسأل أبو العبارة، لأن العبارة تابعة إلى جهات ذات سلطة ميليشياوية أو سواها. هذه القاعة هو شكل أو بآخر مرتبط بجهة معينة متنفذة، لابد لأن لابد أن يعطي المالات، وبالتالي الذي يأخذ المالات عليه أن يغلق هذه الحالة. والحقيقة تقول أن سرقة القرن كما هي معروف كيف تم غلقها بشكل انسيابي ونسيت وجاءت كوارث أخرى لكي ننسى الكوارث السابقة. هذا هو حال العراق في ظل العملية السياسية وفي ظل الفاسدين، ولا يخدعنا وجر الداخلية أو سواء بالإجراءات الشكلية التي لا تغني ولا تسمن من جوع. طيب أيضا أستاذة ثائرة، هنا لماذا مع كل كارثة أو فاجعة يعني لا نجد محاسبة للمتورطين فيها؟ أيضا لا نسمع عن استقالات لمسؤولين معنيين عن ذلك لمن يتحمل المسؤولية سواء كان على مستوى حكومي أو حتى على مستوى برلماني. نعم طبعا محاسبة المقصرين قضائيا تسبب في استمرار التقصير والإهمال بعدة دوائر، يعني حتى الدوائر الحكومية نحن نسمع، حتى المؤسسات. يعني انت تعرف قبل ايام كورونا اشتعلت مستشفى ابن الخطيب، يعني هاي منو فتح ملفه؟ لحد الان ملفه ما نعرف منو السبب، شنو اللي خلى مستشفى مهمله بهذا الشكل وادى هذا الاهمال الى هذه الكارثه اللي ادت بحياه كثير من ارواح يعني الاشخاص، لان اكيد ما تتوفر فيها شروط السلامه، واكيد ادى الى تكرار هاي الحرائق. يعني عدم لا مبالاه من قبل المسؤولين والمدراء اللي هم يعني هسه اليوم نحن حياه المواطن امانه باعناقنا، لازم نحن نكون امينين على هذا الشيء. احنا كمسؤولين كمدراء اوفك من الدوله، مرات احيانا الدوله احنا غاسين ايدنا منها، بس اكوش مدراء اكوش غير يبحثون عن سلامه المواطن خاصه بهكذا أماكن. نعم. إذن دكتور قحطان، مع تكرار هذه الفواجع والكوارث ومع التجاهل للحكومة في التدابير لمنع مثل هذه الحوادث، كيف ترى، هل تعتقد أن الشارع العراقي على وشك الانفجار ونحن مقبلون على تشرين؟ نعم بالتأكيد هذا تنعكس على القناعات العامة للشعب.
الإخفاقات المتتالية والفساد المستشري وعدم مبالاة الحكومة بما ينبغي عليها من واجبات لتجاوز حالة الإخفاق اللي 20 عام مضت، بالتأكيد كلها تصعد حالة الغليان الشعبي. والغليان الشعبي أنا أتمنى أخي العزيز أن لا يكون نتيجة أو رد فعل بقدر ما هو قرار وطني ناصح، لأن العملية السياسية بشخصية بآلياتها بتشريعاتها ثبت فشلها بل إصرارها على إذلال العراق والعراقيين. وبالتالي ينبغي على العراق إن أرادوا أن ينهضوا ببلدهم وأن يعيدوا كرامتهم إليهم أن يثوروا حقيقة بمعنى الكلمة على هذه العملية السياسية وأن يقتلعوها من جذورها، لا أن يصححوا تصحيحات شكلية وترقيعات هنا وهناك والفاسد هو يكرر نفسه بثوب جديد وبشخص جديد. إذن أنا أتمنى كثيرا أن يعي هذا الشعب هذه الحقائق، ليس ردة فعل أؤكد هنا، ولكن قناعة ترسخت بأن الجهات المعنية على شؤون العراق من 2003 هي غير معنية بالعراق نهائيا. وقبل شوية قالت الأخت العزيزة أن ترجت من بعض المدراء العامين أن يكونون إنسانيين، أقول أختي الفاضلة هو ليس من مسؤول يأتي إلى مسؤولية إلا وأن يكون ساوم أو مساومات، وبالتالي الفساد يتحكم. واعتقد كل الاعتقاد أن الشرع يتحرك بإذن الله لتغيير الحالة للحالة الأحسن. إذن دكتور قحطان الخفاجي الكاتب والباحث السياسي من بغداد، شكرا جزيلا لك، وكذلك شكرا جزيلا للكاتب والباحث العراقي ثائرة أكرم العقيدي.